السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد، قناه اللي غادي نتكلموا على الاصابه تاع ياسين ابراهيمي ومده غياب تاعو، المده اللي ما تكونش كبيره ان شاء الله، ويعاود يولي بعد الاصابه اللي تلقاها في المقابله وين خرج في 68 وين امام روما تلقى الاصابه. وشلنا كيفاش التقرير البرتغالي يكشف مده غياب ابراهيمي عن الملاعب اللي غادي يغوب، يغيب على بالك على زوج مقابلات ولا ثلاث مقابلات في الشامبيونا، والعوده تاعو ان شاء الله بربي غادي تكون اول مقابله تاع الروتور امام روما يكون جاهز 100% حسب ما كشفت صحيفة مقربة، صحافي مقرب من الفريق تاع بورتو، ونكشف عن غياب مدة غياب ياسين ابراهيمي. حنايا هذا اللعاب اللي شو كيفاش اصبح لعاب، هذا لعاب وين شنا كيفاش ياسين ابراهيمي، وين ويعد ياسين ابراهيمي عنصر مؤثر في ويشنا ويعود ياسين ابراهيمي الجزائري عنصر مؤثر في تشكيلة بورتو، حيث أسهم خلال موسم الحالي ب 15 هدف ما بين صناعة وتسجيل خلال 33 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات، كأس البرتغال، تشامبيونز ليغ، والشامبيونة. ويشنا كيفاش ان شاء الله. وقال حسب الموقع مقرب جدا من الفريق بورتو ان ابراهيمي سوف يذهب الى فتره راحه لمده اسبوعين قبل عودته الى الملاعب بكامل جاهزيته. وكان من المحتمل غياب النجم الجزائري ياسين ابراهيمي لمدة شهر على الأقل بعد تعرضه لالتواء حاد في الكاحل أمام روما الإيطالي، وفيها خسارة بعد خروج وشنا بعد خروج ريال ياسين ابراهيمي. شنا كيفاش هو خرج في 68 كيفاش روما، وين ابراهيمي بعد الخروج تاعو من المقابلة وين بورتو فقد التوازن تاعو في وسط ميدان، وين روما استغلت فرصة خروج لعاب ابراهيمي اللي كان داير توازن ما بين الدفاع وخط وسط الميدان وبين خط وسط الميدان والهجوم. شناه كيفاش كان داير توازن كبير وين بنتيجة هدفين لهدف في الدور أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وسيكون ابراهيمي خارج الحسابات بورتو خلال مواجهتين في الشامبيونات تاع البرتغال بالدور البرتغالي، ويشن على ان يكون جاهز بدنيا 100% للمشاركه في مباراه العوده امام روما، وين بورتو اصلا بورتو هذو دو بارتي ولا تروا بارتي ما غاديش يحوسوا عليه، ما غاديش يحوسوا عليه، ولا كات بارتي ما غاديش يحوسوا عليه، يخلوه يريح، يوجدوه المقابله الحاسمه تاع بورتو تاع روما، وين نعرفوا فوز البورتو هدف لصفر بورتو هو اللي غادي يمر للربع النهائي، هو اللي غادي يمر الربع النهائي. على ذيك ما يحوسوش يعطوها كيما نقولوا حنايا للشامبيونه، غادي عندهم حلول في الشامبيونه، المدرب عنده الحلول، عنده خيارات في دكة البدلاء، وين غادي عنده في الشامبيونه عنده خيارات بصح، وين بورتو وين ستاف تكنيك وين الاطباء يحوسوا يجهزوا ابراهيمي للروتور تاع تشامبيونز ليغ امام روما باش يكون جاهز 100%. على ذيك حنا نتمناو له ان شاء الله بربي يكون جاهز امام روما، والعوده تاعو تكون ان شاء الله بربي الفريق الوطني الجزائري، ويعيد وين نعرفوا باللي جناح الجزائري عنصر مؤثر في تشكيله بورتو، حيث
ساهم خلال الموسم الحالي ب 15 هدف ما بين صناعة وتسجيل خلال 33 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات. حنايا من بعد يجي شناهم ويبغاو يصغروا ابراهيمي ويكبروا واحد، شو كيفاش ابراهيمي يوجدوه للمقابلات الصعبة. شوف ابراهيمي وين لعب، لعب في مقابلة صعبة، مش كيما واحد مأمن غير بالحظ. مي تهضر معاه لونترينر الفلاني يقول لك عنده الحظ، تهضر على حاليلو واحد الايام يقول لك لا كان معاه الحظ. ما يأمنوش بالخدمة، ما يأمنوش بالعلم بالقراية، يأمنوا بالزهر. دروك ليكيب هنا ماجر مي كان يهدر غير بالحظ، وبغاو يصغروا ابراهيمي على بورتو. حنا نعرفوا بلي ابراهيمي هو كبير على بورتو، شوف كيفاش لعاب لي تاكل على روحو، ما بغاش يزيد معاهم، باه يخرج من البرتغال. وين شناهم حنا هادو الناس كيفاش كانوا يهدروا بالحظ مع الحظ، الحظ مع الحظ. الفريق تاع 2014 اللي نجح به حليلو بالعمل والصرامه وكلش، فريق غير هو مبول الحيف يقولي محل كاع شان نقلعوا منه، نقلعوا منه غير نقلعوا منه حليش وبوقره والاخرين كاع اللعابه ومصباح كاع اللعابه غير هما. علاش ما تنجحش انت يا ماجر؟ انت على ما نجحتش معاهم كي كنت تهدر على الحظ، على ما يكونش عندك الحظ معاهم؟ كي كنت كنا نطالبوكم هاد الايام نقول لكم هودوا الميدان، مي هودت الميدان بنت بلي انت انسان فاشل في التدريب. مش انا نقول لك فاشل في الحياه الشخصيه تاعك، حنا نتكلموا كي نقول زاتشي فاشل في المنصب تاع الاتحاديه، ما نقولوش فاشل في الحياه المهنيه تاعه ولا في الحياه الشخصيه تاعه. حنا نتكلموا على ناس كي نقول زاتشي ولا نقول فلان ولا فلان ولا فلتان، نقول هذوك فاشلين في هذوك المناصب. حنا نتكلموا على المناصب باللي فاشلين، كي نتكلم على حداد باللي فاشل في المنصب تاعه، ماهوش انسان مسير في كره القدم. خاطش علاه كنت تهضر له على كره القدم؟ ما يعرفش كره القدم. ديجا بغاو يرشحوهم عضويه في تاع الاتحاد الافريقي، تالمو ما يعرفوش ومشي تاكلين على روحهم، ما يروحش، ما يرشحش الحاجه اللي تبهدل. بصح كون هنا في الجزائر عنده اللي يكوفروا عليه. حنا على ذيك ضد هاد الناس. واليوم وين فانيك نعقلوا ماجر، وين نعقلوا غور كيف كان شي يدير مناظره مع لي زونترينر، يقري لي زونترينر. وين طالبوه لي زونترينر باش يلقاوه، وين رفض ما بغاش، قال لهم سعداني يلقاكم انا ما نلقاكمش، خاطش انا ما يعرفش. ها وين صعيبه. حنايا نعاودوا نولوا نتكلموا على سفيان، على ياسين ابراهيمي، وغالبا سيكون الموسم كما شنا كيفاش كما نعرفوا ويعرفوا كاع الجزائريين بان سيكون الموسم الحالي هو الاخير للنجم الخضر ياسين ابراهيمي مع بورتو، حيث سبق له ان رفض تجديد العقد الذي ينتهي في جوان القادم. شفنا كيفاش هادو هما اللعابه الكبار تاكل على روحه سبحان الله، ماشي كيما شناهم قاسوهم لفالونسيا، وكان فالونسيا ما كانش كيما كان يلعب فيها ابراهيمي، ولا كان فالونسيا فريق متواضع جدا في الثمانينات، مام الكره الاسبانيه كانت في دون المستوى. خاطش عليك تهضروا لي على البارسا ولا تهضروا لي على فالونسيا ولا على الريال ولا اتليتيكو، ولا ما كانوش مؤثرين في البطوله الاوروبيه سبحان الله. ما كانتش شامبيونه كبيره كيما شناها من 2006 ورواح، شنا ديفلوبات الشامبيونه تاع اسبانيا ديفلوبات. خاطش كي نهضروا كان انا نهضروا نعرفوا علاش نهضروا، هو يقول لك بلي روحت لفالونسيا، ومن هي فالونسيا فريق كان متواضع، عاود قاسه البورتو، بورتو قاسه الخليجيين. وين شنا الفرق مشي كيف، وين شنا ابراهيمي دروك، ابراهيمي اللي راه هو رافض باش يزيد العقد، خاطش عليه لعاب اللي عارف بلي عنده لا كاليتي تاعو تساعده باش يزيد يلعب في مستوى العالي، غادي يروح لطليان. هذوما اللعابه اللي كنتو تهضروا عليهم، حنا نعقلوا بالشيخ كي كان يعاير في اللعابه يقول لهم بلي هذو لعابه انا خير منهم كل يوم تعاود تولي، وهي الايام تاعك يا بالشيخ كانت كنت تلعب انتر كارتي،
انتر كارتي، وكانت الانتقال شهداء من البورتو، هذا من فرنسا راح لاسبانيا، اسبانيا راح البرتغال، ودروك با يروح راه يخير يروح مع الانجليز ولا 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 طليان. شوف انت وين روحت وين خيرت، هادو بروجي سبورتيف، هادو كيقول لك بروجي سبورتيف مع الانديه، هذه هي. وحنا نتمنوا له غير الخير، ونتمنوا له يعاود يولي في اقرب وقت ان شاء الله. ياسين ابراهيمي، صحيتو ربي يحفظكم.